أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كلمة إن شاء الله هل تقال مع الدعاء أحيانا كأن يقول؟ لا، الدعاء تعزم ولا تأتي بالمشيئة، لا تقول اللهم اغفر لي إن شئت، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك، بل تجزم المسألة بدون استثناء، لأن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. أن تقول لابن آدم والغني أعطني إنسان تيسر أو إنسان تريد أو تشاء، لأنه ربما أنه ما يريد ولا يريد. أنت ما تلزم عليه تكره، لكن الله جل وعلا لا مكره له ولا يتعاظم شيئا أعطاه. فاجزم المسألة، قل رب اغفر لي، تب علي واهدني وارزقني، ادعو الله جازما ولا تجعل فيه استثناء أو مشيئة. هذا في الدعاء. أما في اليمين فنعم، تأتي بإن شاء الله. نعم.